أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، تحياتي لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير، وتحياتي إلى كل مشاهدينا في كل مكان. مباشر السادس من أكتوبر 2024، رجاء أكدونا إذا كان الصوت جيد أم لا. الخفي مرحبا وسهلا، والله تحياتي بيك، والله بيك وهلا، شكرا من تهرب الجماعة، شكرا والله، جزاك الله خير. إذا كبسوا وشيروا، أي مرحبا وسهلا جزائرية وافتخر، مرحبا وسهلا، شكرا ما شاء الله. يونس بخير ولا خير؟ الحمد لله ما شاء الله. سندي مرحبا وسهلا، جود نايت مرحبا وسهلا. نعم إبراهيم تحياتي، سلوان معتز أمين تحياتي. إذا كبسوا وشيروا، لايف يوجد عبر اليوتيوب وعبر التيك توك، إذن ممكن تتابعوه على مستوى التيك توك وممكن تتابعوه على مستوى القناة في اليوتيوب. شكرا لكم، مرحبا بكم وسهلا كاملين. إذن لهن نواصلوا متابعة قضية قرار المحكمة الأوروبية، وهذا القرار اللي شكل بالنسبة للمخزن صدمة ما بعدها صدمة، خاصة وأنها تأتي أياما قليلة قبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي الخاصة بالصحراء الغربية، وهذا الحكم حكم قانوني وقضائي وليس حكما يعني خاضعا لبعض الحسابات السياسية كما يدعي نظام المخزن الذي يحاول الآن أن يبخس المحكمة عملها الذي دامت فيه سنوات، والتي استنتجت من خلاله أن الصحراء الغربية ليست مغربية كما قلنا لكم وكما نردد على مسامعكم يوميا، ونحاول من خلال الحجج والأدلة أن نثبت لكم ذلك. لكن نظام المخزن هو نظام وقح ولا يحترم أبدا القانون، هو في النهاية يعني يحاول أن يتدخل في سير المحاكم، ويحاول كذلك أن يؤثر بالرشاوة على بعض المؤسسات الدولية، وحينما لا ينجح في ذلك فإنه ينبري إلى مهاجمتها وإلى اتهامها بما قام هو به في البرلمان الأوروبي، كما تشهد بذلك قضية رشوة المسؤولين البرلمانيين الأوروبيين. فلا تستغربوا إذن، لا تستغربوا من أن نظام الاحتلال المغربي هو نظام لا يعترف بالقانون، وحتى وإن صدرت يعني قرارات من أعلى الهيئات الدولية وليست في صالحه، لأنه هو في نظر القانون هو قوة احتلال، فإنه لن يعترف بذلك. إذن رأينا وشاهدنا فقر بلاغ وزارة الخارجية الأمريكية، بلاغ وزارة الخارجية المغربية الذي أشار إلى أن الأمر لا يعني المغرب، يعني المغرب يصدر بلاغ في أمر لا يعنيه، يصدر بلاغا في أمر لا يخصه، وهذا ضد المنطق. وإحنا في الحقيقة نقوم بعمل معين، هو أهم شيء هو عمل إثارة المنطق عند الشعب المغربي، لأن المنطق عند الشعب المغربي عطل مات، يعني 50 سنة مثلا في موضوع الصحراء الغربية المنطق عند المغاربة ميت معطل. بسبب إيش؟ بسبب الشحن الإعلامي المتواصل، ولا يتركون للمواطن المغربي فرصة للاستماع إلى وجهة نظر أخرى، يستمع إلى وجهة نظر واحدة طول السنة 7 أيام على 7، ليل نهار أينما وليت وجهك في المغرب تستمع إلى قصة واحدة، صحراء مغربية والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا جدال في ذلك ولا نقاش في ذلك، والبيعة والشرية والكذب والنفاق والتدليس والرشوة والبيع، وهكذا حتى أصبح المغربي أدوات دفاعه عن هذه القضية هي هذه هي العبارات والمصطلحات والأفكار اللي موجودة في ذهنه.
عملية تغيير هذه الأفكار ومحاولة يعني نزعها من فكر المغربي يتطلب جهد كبير، يتطلب يعني حتى نفس العملية اللي قام بها النظام الاحتلال المغربي 50 سنة هي نفسها يجب أن تمارس على نفس الشخص اللي ممكن حتى هو تعرض لهذه عملية غسل الدماغ أو غسيل الدماغ، والتي أدت في النهاية إلى أنه لا يستطيع حتى أن يقنع نفسه بوجود وجهة نظر أخرى يستمع لها. لا، هو يأتيك ويهاجمك ويتصدى لفكرتك على أساس أنه لا فكرة غير الفكرة التي توجد في ذهنه، وهذا من أخطر السياسات التي مورست على الإنسان المغربي وأعطت نتيجتها اليوم. نشوف المغاربة قابلين بالحقرة، قابلين بالذل، قابلين بالهوان، قابلين بتدمير منازلهم، قابلين بالطرد من العمل. يعني مثلا يشوفوا محمد راديلي اللي انتفض لطرده من العمل 14 سنة، ويشوفوا الطريقة اللي يناضل بها من أجل قضيته، ويشوف الاستمرارية لسنوات على سنوات على سنوات ما يتفهمها هو، ويقول لك لو طردوني لا استسلمت ولا حبيت للدين ولا يعني سمحت بحقي وخلاص. إذن لما يشوف ردة فعل مختلفة عن ردة الفعل اللي عنده هو ما يفهمها. المغربي النهار اللي يكون إن شاء الله مواطن مغربي كامل المواطنة هو النهار اللي له يخاف منه المخزن، والنهار اللي يحترم المخزن، والنهار اللي يعطي حقوق المخزن بلا ما يطالب بها. ولكن ما تنسوا أنهم في المغرب أوجدوا لكم المواطن الكلب، عزكم الله مع كامل احتراماتي على هذا المصطلح، أوجدوا المواطن الكلب. المواطن الكلب هو المواطن الذي يقبل بالذل، والذي يقبل بالهوان، والذي يقبل على أنه يديباني، والذي يقبل على أنه يهان في المستشفيات، ويهان في المحاكم، ويهان في الإدارة، ويهان في كل مكان، ويهان إلى هاجر، ويهان في القنصلية، ويهان في السفارة، ويهان في العمل، ويهان في أي مكان، ويقبل بالهوان. يعني يعتبر هذا الشيء عادي جدا، يعتبر أنه هذا هو السلوك الطبيعي اللي موجود في المغرب. لا لا، لماذا تقبل الهوان؟ لا تقبل الحقرة؟ حتى أن اليوم بعض الأشخاص اللي تعود عندهم ردة فعل على الإدارة يقول لك أنتم تعاملونا كلاب، إحنا ماشي كلاب. الآن يعني بعض الناس وصلوا إلى هاي القناعة أنهم يقرؤون المشهد بطريقة سليمة، يقول لك إحنا تعاملونا بحال الكلاب. إذن كل ما كنت انت تدافع عن المخزن، يعني اي شخص يدافع عن المخزن بعيوبه وبسلبياته ويقول المغاربة قبلوا بالمخزن وقبلوا بالطريقة اللي يعيش بها المخزن، فهو مواطن كلب. مواطن كلب، لست مواطن، ما عندك صفة المواطن، انت مواطن كلب. انت اخترت، هو نظامك السياسي جعلك كلبا، وانت قبلت على انك تكون مواطن كلب، تقبل بطريقة اللي يعامل بها الكلاب. مع كامل احتراماتي طبعا، الكلب راه في مكانه، ولكن الاشكالية هو يكون الانسان كلب. لما يكون الانسان كلب مشكلة، تجبر واحد يبيع الحشيش، يبيع الشراب، يجرم، يقتل، ما يصلي، ما موسخ فكرا، موسخ لباسا، موسخ حياة، موسخ دارا، موسخ كذا، وعايش يعني عيشة ذوك الكلاب الضالة اللي موجودة في الشارع، وقابل هو يدافع عليها 24 ساعة هو خدام باش يعيش، يبقى عايش هيك عيشة الكلب. ولما تبغي تجي تنقذه انت من هذه الحياة ينبح عليك. انت تجيب تحاول على انك تنقذه من هذه حياة الكلاب، تقول له تعالى نظف نفسك، نظف فكرك، نظف لباسك، نظف حياتك، نظف نظرتك للآخرين، يقولك لا 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 خليني أنا أريد أن أكون كلبا، يريد أن أكون دائما المواطن الكلب الذي يدافع عن أسياده الذين يعيشون في القصور وهو يعيش حياة الكلاب الضالة. يعني بطريقة بسيطة ممكن فهم هذا المشهد،
مرحبا سهلا. يمكن أن تفهموا مشهد يعني هذا المشهد من خلال موضوع قرار المحكمة الأوروبية وعلاقته بالمواطن المغربي، ذاك المواطن المغربي اللي قلت لكم عايش في البراكة ومدمر وكذا، ويلهث وراء هذا القرار ويدافع عنه. هو هذا القرار لو كان المغرب يعني المؤسسات الرسمية في المغرب بما فيها الملك ووزير الخارجية البرويطة وغيره من المؤسسات قادرين على أنهم يجيبوا غير هذا الحكم، لا فعلوا، ولكن هم غير يستطيعون، غير عاجزين، ما عندهم الآليات، ما عندهم الحجج، ما عندهم الأدلة اللي تثبت قانونية تواجدهم في الصحراء الغربية حتى يقدموها للمحكمة ويجيبوا لكم حكم غير هذا الحكم اللي صدر. فأنت تبحث لهم، هما فشلوا سكتوا، وهما يعني هذو كامل اللي حكموا المغرب بما فيها صاحب الدجاجة فشل وسكت، دخل وراء القصر وسكت، قفل عليه القصر وسكت، وانت خارج القصر هو 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 وش لا يفيد نباحك انت؟ ماذا يفيد نباحك أنت على المؤسسات الأوروبية ولا على المحكمة الأوروبية؟ ومثلا أنت اللي جعلت نفسك مواطن كلب، ما فائدة نباحك على على العالم؟ لا شيء. عفوا، إذا لهين نمشوا لمجموعة من ردود الفعل، ولهين نختموها بتصريح لمنار الخريطي اللي هو واجهة المخزن الإعلامية. يعني من اندفعوا بمنار الخريطي، نعم حذاري قال لك فرعكم، شوفوا الأسلوب البلطجي، لأن المخزن قائم على دمر، كره، حقد، لا يستطيع أن يستعمل مصطلحات غير هذه المصطلحات الزنقاوية. هذه مصطلحات ما عندها علاقة أبدا بهذا الشيء اللي نتكلموا عنه. قمر تتكلم جداتك وعمتك وخالتك وهكذا، هذا هو اللي قلت لكم، هذا هو المواطن الكلب. المواطن الكلب لا يستطيع أن يدافع عن شيء عام، لا يستطيع، ما عنده الآليات، عنده الآليات إلا في سفاسف الأمور وفي التفاهات وفي حزكم الله لوسخ. يعني أنت تحاول تنقذه من اللوسخ وهو يقول لك لا خليني أنا في لوسخ، خليني في التحت، أنا لا أستطيع أن أطلع إلى المستوى اللي يجب أن يكون عليه الحوار، لأنه أنا معك في حوار، أنا عندي نيفو معين، أنا ما نزل عندك لتحت، أنت خاصك تطلع عندي، أنت إلا بغيت تفهم الموضوع خاصك تطلع عندي، ما بجرني عندك لا تستطيع. لأنه أول شيء الإنسان المتعلم وغير المتعلم بينهم فرق، بين المتعلم وغير المتعلم فرق كبير بين السماء والأرض. واحد ما هو متعلم ما عارف حتى باش يكتب اسمه، وواحد طاح في الجامعات وقف الجامعات ودرس وتعلم وكذا، يجر واحد المصح حشاكم الى مستوى المستنقع. إذن لهي نتكلموا عن منار الخريطي، نشوفوا ماذا قال منار الخريطي، لان وجهة نظره هي وجهة نظر المخزن، انه هو خدام عند المخابرات المغربية ويتقاضى راتب عند المخابرات المغربية، ويعني عندنا حتى اسم الشخص اللي يسلمه المظروف كل شهر، يعني كيفاش يعطيه المبلغ باش يمشي يدافع عنه في القنوات الدولية والله في قناته في اليوتيوب. دائما من فضلكم حاولوا تكبسوا وتشيروا اللايف، كذلك بالنسبة للناس اللي معنا على مستوى اليوتيوب، تحياتي لكم كاملين. بين يديه مقال لموقع SH24H اللي هو موقع إلكتروني صحراوي يرأسه الأخ محمد بولسان، الأحسن عفوا بولسان، واللي يعني من خلال يعني هذه الحنكة الصحراوية يستطيع لأنه يجمع لكم مجموعة من المقالات الصحفية أو صدى هذا القرار في الصحافة وخاصة في الصحافة الإسبانية، لأنه مهم جدا لأننا نعرف كيف ردت إسبانيا. إسبانيا الخارجية الإسبانية قالت على أنها مع قرار المحكمة، يعني بغض النظر عن هذا الشيء اللي يحاول الاحتلال المغربي على أنه يتكلم عنه هنا وهناك، المحكمة صدرت
قرار، وهذا القرار هو ملزم للدول الأوروبية. ما يستطيع لأنه يجي واحد وزير خارجية مثلا أو وزير في أي دولة في العالم ويقول على أنه هو ضد حكم المحكمة الأوروبية، تقوم القيامة وقد يقال من منصبه. بنت الجنوب شكرا، ممكن يقال من منصبه، ممكن يطير من منصبه لأنه لا يحترم القانون. وهون تشوفوا قوة الشعوب، لأنه هذا ما عندهم المواطن الكلب. المواطن الكلب كان عند محمد السادس في المغرب، وكان في عهد الحسن الثاني، وكان في عهد محمد الخامس، وكان في عهد السلاطين، وكان وكان. تحياتنا، مرحبا وسهلا الأخ ليبيا، الأخ اللي من ليبيا، مرحبا بك وسهلا. إذن في الدول الديمقراطية المسؤول المسؤول جابته الديمقراطية وهي اللي وصلت لهذاك المكان. أخي يزري مرحبا وسهلا. والمسؤول عارف على أنه لما يتكلم ما يتكلم باسمه هو، يتكلم باسم الدولة اللي هو منها، لأن الدولة هي مجموعة من الأفراد ماشي لا واحد. في المغرب لا ملك هو يتكلم لا على راسه، إذا كان مريض راهو مريض، إذا كان سليم راهو سليم. إذا الملك لما يخطب راه يخطب لا على 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 هواه، ويقول داكشي اللي بغاه هو. لا عنده اهتمام بالشعب، ولا يدافع على الشعب، ولا مصلحة الشعب. وهذا هو اللي نبينه للعياشة. إذا كل الدول الآن، فرنسا مع قرار محكمة المحكمة الأوروبية، إسبانيا مع المحكمة الأوروبية، كل الدول مع المحكمة الأوروبية، ما يقدروا يقولوا العكس. الشيء يسوق النظام السياسي للمغاربة، يقول لهم لا راهي فرنسا معانا، وراهي إسبانيا معانا، وراهي هذيك معانا ضد الحكم المحكمة الأوروبية. وهذا هذا لو أن النظام كان متأكد على أن الشعب المغربي مثقف وفاهم وعارف وقد يحاسب النظام، وقد يحاسب هذا اللي كشر هذا الكلام، وقد يحاكمه قدام المحاكم قدام المحاكم، لما تجرأ على هذا الكلام. ولكن لأنهم يعلمون أن الشعب المغربي لا حول ولا هو ولا قوة، الشعب المغربي بحال القطيع، جروا هاك علفوا وخليه، علفوا يعني احرص على العلف وخلاص. تحياتنا وخيرت والله هي. بوبي براون مرحبا وسهلا والله. إذن قالوا لهم على أنه راهي إسبانيا معانا، وإحنا رانا لين نعدلوا اللي بغينا، يعني يعني ضد القانون. يعني كأن الاتحاد الأوروبي هو في ملك شخص واحد يتصرف فيه كيف ما بغى. بغى السمك الصحراوي يمشي يقبض السمك الصحراوي. هذا استخفاف بالمغاربة. إذن ماذا قالت الصحافة الإسبانية؟ إذن في هذا المقال أنه أول شيء هذا الحكم هو انتصار للشعب الصحراوي، انتصار بالقانون مشي بالبلطجية ومشي بالكذب وما هو بالجهل، وانتصار بالقانون وبالشرعية الدولية. لما تمشي المحكمة وهذه المحكمة فيها قضاة النزهاء وتعطيها أدلتك وتدرس هي هذه الأحكام، تدرس هذه الوثائق بعد فترة طويلة جدا وتصدر لك حكم في أوروبا، معناها على أنك صاحب حق. احنا نعرف القضاء الأوروبي، أنا مرتين وأنا أرفع قضايا هنا في فرنسا ضد الدولة الفرنسية، مرتين وربحتهما المرتين هنا في فرنسا ضد الدولة المغربية، ضد الدولة الفرنسية وضد مؤسسات فرنسية. واحدة منهم رفعت الدعوى القضائية من الحاسوب عندي في الدار، يعني ما مش لا محامي ولا إجراءات ولا طير ولا نزل ولا شوف الفلان ولا أعطي للقاضي ولا رشي ولا مشي شوف العساس في باب المحكمة ولا شيء، وربحت الدعويين ثنتين. إذا هذو اللي يتكلموا عن القضاء الأوروبي ما يعرفوا شنو القضاء الأوروبي، وما يعرفوا كيف بناوا هذو ديمقراطيتهم، لأنه هذو بناوا ديمقراطيتهم على الصفاء، هذو ما بناوها على الجهل. هذو لو كانوا بناوها على الجهل
لا دمرت بلدانهم، لا عاشوا بحال هكا. تشوفوا الناس هم الفرنسيين كلها يعتصم، واحد طيحوا له براكته، واحد طيحوا، واحد كرسوا داو له كروستو، واحد داو له خضرته، واحد داو له الفواكه، واحد قتلوه، واحد لاحوه قدام المستشفى. هذو ناس ديمقراطيين، هذو ديمقراطيين، وعطاو الديمقراطية، عطاو باش يوصلوا للديمقراطية، عطاو الدماء. إذن أول شيء الحكم هو حكم وانتصار للشعب الصحراوي، هو انتصار للإنسان الصحراوي المناضل المثابر اللي يلجأ إلى الطرق الواضحة، اللي يمشي مع الطريق السليمة، اللي ما يحتقر الظروف اللي محيطة به، وما يتعامل مع خصمه بهذه النذالة اللي يتعامل بها النظام الملكي الحقير. إذن ماذا قالت صحيفة بوبليكو الإسبانية؟ قالت إن الحكم يعد انتصارا للبوليزاريو. هذه صحيفة، قولوا ما اللي حتى هي نشرت، لأنه بالمنطق اللي تتكلموا به أنتم عندكم كل شيء ينشر، عندكم أنتم كل شيء ينشر، يعني القاضي ينشر والصحيفة تنشر ومحمد راضي اللي ينشر وذاك ينشر وفلان ينشر، ولكن لأنك أنتم لأن أنتم أصلا تستعملوا نفس الوسيلة، وسيلة الشراء وبيع والبيع والشراء في العالم. إذن البوبليكو تقول على أن الحكم يعد انتصارا للبوليزاريو، وأعاد التأكيد، يعني هذا الحكم أعاد التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وأنه يمثل نهاية لمعركة قانونية استمرت لثمان سنوات، وهذه القضية هي متداولة. شكون منكم اللي قد يصبر ثمان سنوات؟ شكون منكم اللي قد يصبر ثمان سنوات؟ من هو اللي قد يصبر ثمان سنوات في معركة قانونية؟ انتم طيحوا لكم البراكة، جو نهار نهارين قدام المقاطعة يجيبوا لكم المخازنية، تهربوا ترجعوا تمشوا تبني خيمة ولا تبني قيطون في الخلاء. ثمان سنوات وهي القضية متداولة قدام المحاكم، ورغم ذلك نتيجتها هي هذه اليوم، هو الانتصار على نظام الاحتلال المغربي. إذن في سياق مشابه صحيفة السالتو ماذا تقول؟ تقول على أن هذا القرار هو نجاح للبوليزاريو في الحصول على حكم يلغي اتفاقية الصيد مع المغرب، مما يبرز الصراع القانوني المستمر على الأراضي الصحراوية. إذن هذا ما قالته صحيفة السالتو. صحيفة البايس اللي معروفة في إسبانيا ماذا قالت؟ قالت على أنه أن تأكيد المحكمة لهذه الاتفاقيات تمت دون موافقة الشعب الصحراوي. هذه الاتفاقيات اللي قام بها الاحتلال المغربي، إنه جوهر هذا الحكم، هو لماذا يوقع نظام الاحتلال المغربي مع أوروبا دون أن يستشير مع الشعب الصحراوي؟ مع من؟ مع الشعب الصحراوي. مع من؟ مع الشعب الصحراوي، مع الشعب المغربي. لا مش مع الشعب المغربي، مع زعطار، مع كريط، مع حميد، مع محمد، مع أحمد، مع لا 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 لا، يجب أن يستشير الشعب الصحراوي. يا قلتوا إن ما كاين الشعب الصحراوي؟ لا كاين الشعب الصحراوي. قلتوا إن هذا الشعب صحراوي مغربي؟ لا لا، لا يوجد صحراوي مغربي، لا يوجد صحراوي مغربي، لا يوجد شعب صحراوي مغربي. يوجد يا إما مغربي يا إما صحراوي. الصحراوي معني بالصحراء الغربية، المغربي غير معني بالصحراء الغربية. يظل يطبل هون، يظل يطبل ويظلوا يطبلوا هون هذوك المتشبثات بالريح، بغاو يصعدوا بالريح القضية الصحراوية. ما عندكم أي علاقة، ما سمع بكم حد، ما يرجع لكم حد، حتى نظامكم السياسي في المغرب ما يرجع لكم، حتى محمد السادس ما يرجع لكم، حتى محمد السادس لا يراكم بعينه، حتى محمد السادس لا يستطيع لأنه يتحاور معكم في هذا الموضوع
ويأخذ منكم وجهة نظر يقدمها للمحكمة. لا يستطيع. لماذا؟ لأنكم لا شيء. لأنك ما عندك لا شيء. لا وجود لك. والدليل ذلك، دليل ذلك هو الكلام الساقط اللي تكتب. الدليل الساقط، الدليل هو الكلام الساقط اللي تكتب. الدليل على ذلك، الدليل على هذا الشيء هو على أنك لا تستطيع أن تناقش الفكرة أو تدافع عن الفكرة، لا تستطيع. لذلك تهرب إلى ماذا؟ تهرب إلى المستنقع الأخلاقي اللي هو معروف به نظام المخزن. نظام المخزن منين يحصل؟ يمشي للمستنقع الأخلاقي. إذن صحيفة البايس قالت على أنه أن هذا الحكم هو في سياق حقوق الإنسان، لأنه مهم، سيعزز من حقوق الإنسان، لأنه في الحق حقيقة الحق في الثروة، هذه راي حق، حقنا، هذه ثروتنا، هذه أموالنا، هذا السمك هو سمك للصحراويين، هذه الفلاحة الموجودة في الصحراء الغربية للصحراويين، فقط لأن الاحتلال المغربي عنده الجيش وعنده البوليس وعنده المخابرات، ومستطع لأنه يستتب يعني وضع معين في المنطقة ويفرض، يفرض يعني أجندة معينة على الشعب الصحراوي ويمد يده لأي ثروة من ثروات الصحراويين نخلوه. لا، هناك واجهة، هناك أداة، كأن واحد اليد، هذه اليد هي يد القانون، وهذه اليد الله يرحم الراحل محمد خداد عضو الأمانة الوطنية اللي أصلا كان يعني مشرفا على هذا الملف، وكان هو صاحب هذه النظرة يعني الطويلة اللي أتى الثكر يعني أكلها اليوم، بهذه اليد القانونية استطاع اليوم الشعب الصحراوي أن يتفاخر بوجود هذا الحكم القضائي اللي ما نعطى للمغرب وما أعطى أبدا إنصافا للمغرب. في الوقت نفسه قالت صحيفة إسبانيذات إن الحكم يشكل تحديا لمواقف قادة مثل بيدرو سانشيز وإيمانويل ماكرون. إذن اليوم قالت المحكمة، ماذا قالت المحكمة؟ قالت المحكمة بأن، أو قالت الصحيفة، دراك راه مساكن جابوا هذو إلى لحطوا هذو الأشرطة البيضاء شتوها في التعاليق، هذو راه كاملين ذباب الإلكتروني مساكن. صار اللي نشوفوا هذا الشيء والله نوقفوا اللايف. هذا هو دليل انتصارنا احنا. شفتوا اساليب البلطجيه وما اي هباره انكم قوموا بالواجب كلهم هذوك بلوكو. شفتوا اساليب الاحتلال، هما هذو اساليب الاحتلال. اساليب الاحتلال هو ما يقد يقنعك ولكن يحاربك بالسينيال. لا ما يتوقف اللايف، ما يتوقف اللايف. إسبانيذات ماذا قالت؟ قالت إن الحكم يشكل تحديا لمواقف قادة مثل بيدرو سانشيز وإيمانويل ماكرون. علاه بيدرو سانشيز وعلاه إيمانويل ماكرون؟ لماذا هذا الحكم عنده تأثير على هذين الشخصين بالضبط؟ واضح. وخلوني هون نقول لكم معلومة، على أن صاحب الدجاجة كان من المفترض أن يصل إلى فرنسا يوم الثالث من هذا الشهر، أي بالضبط كان مفترض على أنه يصل يوم الخميس، يعني كان من المفترض أن يصل صاحب الدجاجة إلى فرنسا يوم الخميس، وكان من المفترض أن يعقد جلسات خاصة مع إيمانويل ماكرون هنا في فرنسا إعدادا للزيارة التي ستكون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية الشهر الحالي. الذي حدث على أن هذه الزيارة ألغيت في آخر لحظة، يعني زيارة الثالث من هذا، من زيارة صاحب الدجاجة إلى فرنسا ألغيت، وألغيت معها المواعيد. بل عندنا حتى معلومات، عندنا معلومات كذلك محمد زيد، شكرا، عندنا معلومات كذلك على أن السفارة الفرنسية في المغرب التي كانت قد اتصلت بعدد من الأشخاص لحضور عدد من اللقاءات التي كانت ستقام بالموازاة مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط، قد ألغيت
إلى موعد لاحق. يعني اتصلوا بالناس اللي كانوا اتصلوا بهم من قبل، قالوا لهم كنا استدعيناكم للتاريخ الفلاني، الآن رانا نقول لكم بأن الموعد قد ألغي إلى لحظة مقبلة أو إلى موعد لاحق. هذا ما شنو دليله؟ شنو هو هذا؟ على ماذا يدل هذا الأمر؟ يدل على أن كل يعني جهد النظام السياسي في المغرب هو مكرس لموضوع الصحراء الغربية بأي طريقة، ولكن دائما تأتي الأحداث الصادمة للاحتلال لتذكره باحتلاله للصحراء الغربية. إذا جاء هذا الحكم باش يقول صاحب الدجاجة وقف، صاحب الدجاجة إذا جاء حل الصحراء الغربية فإن جميع الأسباب تتوفر لذلك، ومن ضمنها هذا الحكم الذي سيكون يعني قاعدة لكثير من الإجراءات اللي ممكن تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير الساق الحمراء وادي الذهب في المستقبل. إذن الرئيس إيمانويل ماكرون تعرفوا بأنه أرسل رسالة إلى صاحب الدجاجة في وقت سابق يقول له إنه يدعم الحكم الذاتي وليس يعترف بمغربية الصحراء. كاين الناس اللي حوروا رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى صاحب الدجاجة وقالوا إنها اعتراف بمغربية الصحراء. إيمانويل ماكرون لا يملك الصحراء الغربية حتى يعترف بها لصاحب الدجاجة. خدم المنطق اللي تكلمنا عنه، ذاك المنطق اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة، قلنا على أنه لابد أن تشغل المنطق. إلى من شغلت المنطق؟ ما المنطق يقول على أنك إذا أردت أن تطلب شيئا من أحدهم يجب أن يملكه. أنا تقول لي اعطيني هذا الدفتر، هذا الدفتر أملكه، يمكن أن أعطيك هذا الدفتر، ولكن لا يمكنك أن تطلب هذا الدفتر من شخص لا يملكه. تمشي عند واحد في الشارع تقول له أعطيني الدفتر اللي عند فلان، أعطيه لي نديه، لا ما هو يعطيه لك. إذن الادعاء بأن فرنسا قد اعترفت بمغربية الصحراء كذبة من الكذب التي رعاها النظام السياسي في المغرب 50 سنة. فرنسا لا تملك الصحراء الغربية حتى تعطيها النظام السياسي في المغرب. فرنسا تدعم الحكم الذاتي كحل. والحل ليش؟ حل مشكلة. من تتكلم عن حل فأنت أمام مشكلة. أنت إلى حلت هاي المشكلة بأنه خلاص صحراء مغربية، لماذا الحل؟ لماذا تتحدث عن الحل؟ وخدم عقلك الجاهل، قدم عقلك الجاهل، ويا الجاهل خدم عقلك، وكفاكم من الجهل. والناس مشات بعيد، 2024 الناس مشات بعيد، عندها هواتف ذكية بين يديها، والناس مشات مع الذكاء وعاطف الذكاء الاصطناعي، وانتم مازال تابعين لي انا صاحب الدجاجة يكذب عليكم كل نهار. واش انتم مازال عايشين منش من قرن انتم عايشين فيه؟ واش انتم مازال عايشين في القرن الوسيط ولا منين عايشين؟ واش الناس درست قضية الصحراء الغربية من كل جوانب وبحثت عن الأدلة اللي تثبت انها مغربية ما جبروها؟ وانتم ما مازال تابعين لي انا صاحب الدجاجة في كل مرة يكذب عليكم كذبة وتعيشوا فيها شهرين ثلاثة أربعة، ومن بعد تطلع عليكم شمس الحقيقة، ومن بعد تمروا الكذبة أخرى وكذبة أخرى وكذبة أخرى وتقطوا حياتكم انتم تابعين الأكاذيب. هذه الأكاذيب اللي يقول لكم النظام السياسي في المغرب فرنسا اعترفت لنا بمغربية الصحراء. يبقى حلم انت، حلم بأن فرنسا اعترفت لك بمغربية الصحراء. فرنسا قالت أنا أدعم الحكم الذاتي كحل، ودعميه شنو المشكلة؟ وتدعموا معاك إسبانيا، وتدعموا معاك ألمانيا، وتدعموا معاك أمريكا، وتدعموا معاك الجنون الحمر قاع، لكنه في النهاية هذا الحكم الذاتي سيقدم للشعب الصحراوي. هذا الحكم الذاتي سيعرض على الشعب الصحراوي، سيفرض على الشعب الصحراوي. لا، ما كان حتى قوة في العالم تقدر تفرض على الشعب الصحراوي، سيعرض. والشعب الصحراوي قال لكم كلمته فيه،
قال لكم لا احنا بغينا الاستقلال، احنا لا الاستقلال، حكم الذاتي فرنسا معانا، معاكم فرنسا الله يعاونكم، معاكم اسبانيا الله يعاونكم، معاكم امريكا الله يعاونكم، معاكم اسرائيل الله يعاونكم، لكن احنا ما نبغي الا الاستقلال، وهذيك ارضنا وهذيك ثرواتنا وهذاك فوسفاتنا وهذاك سمكنا وهذيك ارضنا وهذاك جيشنا وهذاك معاركنا وهذاك تاريخنا وخلاص. ليش تصدعوا راسكم؟ انتم اللي تتعذبوا، اما احنا حتى اذا تعذبنا نتعذبوا على ارضنا، في يوم من الايام نذوق حلاوة هذا الانتصار. كيف اليوم ضايقين حلاوة هذا الانتصار في المحكمة الأوروبية، اللي 8 سنوات وهو في المحاكم وفي المحاكم وفي المحاكم وفي المحاكم، وفي النهاية اليوم نذوقوه ونستمتعوا وانتم تبكوا وراء أسوار القصر، انتم تتعذبوا. احنا 8 سنوات واحنا صابرين وصابرين وماشيين وماشيين مع الإجراءات القانونية ومواكبين، وانتصرنا بعد 8 سنوات، وانتم اعتبرتوا أنفسكم منتصرين قبل 8 سنوات ولا ربما قبل 50 سنة، ولكنكم اليوم تبكوا وراء الأسوار وتقولوا والحوت على الأقل يستفدوا من الحوت، بدل أن تكونوا تقولوا اليوم نعم الحمد لله المحكمة حكمت لنا والمحكمة أعطتنا وحكمنا وحكمة صدرت لي صالحينا. شفتوا الفرق؟ شفتوا الفرق؟ انتم تبردوا على روسكم، الصدمة اللي جاتكم يعني تبردوا بها على روسكم، تحاولوا تبحثوا على أي شيء يبرد هذيك الصدمة، هذاك النار اللي قدات فيكم مباشرة بعد أن نطق بالحكم في المحكمة الأوروبية. إذن بيدرو سانشيز وإيمانويل ماكرون هم شخصان اثنان في أوروبا اللي استدرجا إلى هذا الموضوع، ومنهم بيدرو سانشيز رانكم عارفين لماذا استدرج، شكرا بن دول الجزائري شكرا، لماذا استدرج بيدرو سانشيز؟ استدرج لأن صاحب الدجاجة استعمل ضده برنامج بيجاسوس وحصل على بعض المعلومات الخاصة من هاتفه، وبعدها عاد يبتزه قال له يا بيدرو سانشيز اعطيني شي، اكتب لي شي رسالة قول لي فيها قول لي فيها رئيس صحراء مغربية، ما ليس فقط صحراء مغربية، قول فقط قول راهي أنا أدعم الحكم الذاتي وخلاص، باش نضحك بها راني عندي مجموعة من البهائم قفل عليهم هنا في المغرب، واحد البهائم بهائم فيهم أنواع وأشكال، بهائم من العصر الوسيط، كاين اللي من العصر الحديث، كاين اللي من 2024، هذو البهائم يحبون الكذب، لذلك أعطيني يا بيدرو سانشيز رسالة قول لي فيها إنني أدعم الحكم الذاتي، وأنا راني نبدلها الصيغة ونقدمها لشعب البهائم عندي ونقول لهم راهي إسبانيا اعترفت لي بمغربية الصحراء، وهذا ما فعل صاحب الدجاجة. شكرا البشير الحلاوي. ماذا حدث؟ قال لكم بيدرو سانشيز إنه مع الحكم الذاتي، ومن بعد راعي مع الحكم الذاتي، وماكرون مع الحكم الذاتي. لا يغير شيئا لا على مستوى مجلس الأمن الدولي ولا المحكمة الأوروبية ولا شعبيا ولا ميدانيا ولا أي شيء، موضوعك تبقى عالم عيالي. إذن الحكم يشكل تحديا لهذه المواقف، مواقف بيدرو سانشيز وإيمان ماكرون اللي اعتبروا الصحراء جزءا من المغرب مما يعكس توتر العلاقات بين الحكومات الأوروبية. صحيفة الديبيت قالت إن موقف المحكمة بأن الأراضي الصحراوية تحتفظ بوضع قانوني خاص وفقا للقانون الدولي مما يبرز حقوق السكان المحليين. Associated Press قالت في تفاصيل الحكم، جابت تفاصيل الحكم وأشارت إلى أن عدم وجود موافقة من الشعب الصحراوي يجعل هذه الاتفاقيات غير قانونية مما يعزز من موقف البوليزاريو. مشينا من الصحافة الإسبانية إلى الصحافة البريطانية، نمشي الآن للصحافة الفرنسية، عفوا ماذا قالت صحيفة لوموند؟ لوموند وبالتأكيد أنكم عارفين شنو هي لوموند.
لوموند قالت إن الحكم يعتبر دعما واضحا للبوليزاريو، يعتبر دعما واضحا للبوليزاريو. اسمحوا لي، دعما واضحا للبوليزاريو. حياة مرحبا وسهلا. هذه الصحافة الفرنسية، نعم هذه الصحافة الفرنسية. معتبرة معترفة بأن الاتفاقيات تعتبر غير مشروعة، أن هذه الاتفاقيات اللي قام بها محمد السادس هي غير قانونية مع الاتحاد الأوروبي. وأشار موقع الإذاعة والتلفزة الإسبانية RTVE إلى التأثيرات السلبية على العلاقات المغربية الأوروبية نتيجة إلغاء الاتفاقيات. إذن هل ستتضرر العلاقات المغربية الأوروبية بسبب هذا الحكم؟ نعم. أوروبا تهمها مصالحها، شيء طبيعي. أوروبا إلى جبرة السمك بأبخس الأثمان في الصحراء الغربية، لما لا تشتريه؟ وصاحب الدجاجة لو يعني يرى أنه بيع الأسماك لأوروبا هو محقق لمصالحه هو الذاتية، لما لا؟ ولكن كاين شي قالوا القانون كل مجرم يوقفوا عند حده، يعني إذا كان صاحب الدجاجة مجرم يوقف عند حده، إذا كانت الدول الأوروبية مجرمة توقف عند حدها، إذا كان الساسة في أوروبا مجرمون يوقفهم القانون عند حدهم، لأنه كان القانون. ومن حرك القانون؟ شكون اللي حرك هذا القانون؟ البوليزاريو. فهمت القصة الآن ولا ما فهمت؟ أما أنك توكل الحوت ولا توكل الدجاج ولا توكل اللحم ولا كاع ما توكل، هذاك كامل هذاك بعيد، موضوع بعيد. هذاك تفسير ممكن تديه لشي حاضرة فيها البقر وتحكي لهم هذاك هذا التبرير. مرحبا سلام الشريفة. تقول لهم ها هو هذا التبرير، تعالوا رانا ناكلوا الحوت ولا يسمعوك البقر ويبقوا يضحكوا عليك في البقر في الكوري. أما أن تحترم الناس فعليك أن تأتي بإجابات مقنعة، ماشي إجابات دودودودود. إذن هذا ما جاء في صحيفة لوموند. صحيفة إسبانيون قالت على أن الحكم كجزء من تحول كبير في السياسة الأوروبية تجاه الصحراء الغربية. إذن صحيفة الإسبانيون تقول على أنه هذا الحكم سيضيف يعني والله سيشكل تحول كبير في السياسة الأوروبية تجاه الصحراء الغربية، وأكدت على حقوق الشعب الصحراوي. وتناولت كبرى وكالات الأنباء العالمية الخبر بالتحليل والتعليق، حيث قالت رويترز إن هذا الحكم يعتبر خطوة تاريخية بخصوص قضية الصحراء الغربية. شوفوا الفرق بين الصحافة الدولية اللي هي كذلك صحافة تحترم شعبها وتحترم قراءها، وبين صحافة الزبالة في المغرب التي لا تحترم الشعب المغربي. أيها العياشة، ناقشوا معي الموضوع، كون عندكم الجرأة أيها العياشة وناقشوا الموضوع بدل تنشغل بيانة. أنا بس ولا تنشغلت بيانة اللي تتسطى. إلا تميت مقابلني أنا، إلا بقيت مقابلني أنا كشخص لا يتتسطى، بس ما تقدر تفهمني، أنا ما تقدر تفهمني. لكن انشغل بالموضوع، ناقش معي الموضوع، إذا استطعت ناقش معي الموضوع. قل لي هل صحافة الزبالة في المغرب تحترم الشعب المغربي ولا تضحك على الشعب المغربي؟ قل لي هذه الصحافة الدولية التي تناولت هذا القرار اللي من المحكمة الأوروبية، هل احترمت قراءها وتتكلم عنهم وتصرح لهم هذا الحكم، ولا تضحك عليهم وتقول لهم لا يعنينا لا يعنينا لا يعنينا لا يعنينا؟ والعالم كامل يتكلم على علاقتكم بالموضوع، والمحكمة تتكلم عن علاقتكم بالموضوع، والحكم يتعلق بعلاقتكم بالموضوع، وأنتم لا يعنيكم الموضوع. سبحان الله.
ولو كانت حكمت عكس ذلك لقلت انتم هما اللي اصحاب هذه القضيه، وانتم اللي وراها، وانتم اللي حركتوها، وانتم اللي خلصتوا المحامي، وانتم كذا. ولكن لانه الان الحكم ما هو في صالحكم، بدي تضحكوا على الشعب المغربي تقول لهم لا يعنينا. اذا الاسبانيول قالت على انه هذا يعني هذا الحكم هو تاكيد على حق الشعب الصحراوي. ورويترز قالت على انه خطوه تاريخيه بخصوص قضية الصحراء الغربية، مما يعزز موقف الصحراويين في الساحة الدولية. لأن اليوم موقف الصحراويين يتعزز بهذا الحكم. دائما من فضلكم حاولوا تكبسوا. كما سلطت ميدل إيست مونيتور الضوء على كيف أن الحكم يظهر رفض الاتحاد الأوروبي لاش لضم المغرب للصحراء الغربية. ماذا يعكس هذا الحكم؟ هذا حسب طبعا الجريدة اللي سميت لكم، أنه الاتحاد الأوروبي يرفض ضد ضم الصحراء الغربية للمغرب. سمعت العيان شلون ما سمعت؟ طبعا خاصك الآليات باش تفهم هذا الخطاب، خاصك الآليات. اللي ما عندك الآليات ما عندك شيء. وفاء محمد مرحبوسة. تجدر الإشارة إلى أن تناول صدى قرار المحكمة الأوروبية في الصحافة الدولية أوضح أن هذا الحكم لم يكن مجرد إدانة قانونية، بل شكل نقطة تحول بارزة في معالجة القضية الصحراوية. فهذا الموضوع يعني اللي هو الاتفاقية تصدرت يعني عناوين الصحف العالمية التي أشارت إلى القضية الوطنية الصحراوية واعترفت بالشعب الصحراوي في حقه في تقرير المصير. كما انتقدت العديد من وسائل الإعلام التواطؤ الأوروبي في تجاهل حقوق هذا الشعب، لأنه هذا الشعب وعنده حقوق، وهي هي المحكمة الآن يعني تعترف له بهذه الحقوق، مما يعكس تزايد الضغط الدولي نحو تحقيق العدالة. يعني شيء كامل سيؤدي في النهاية إلى يعني العدالة الدولية تأخذ مجراها وتقرر إن شاء الله الرحمن الرحيم مساعدة الشعب الصحراوي بما يمكنه من تقرير مصيره. إذن هذا شفنا 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 الصحافة الدولية. عياش لباس حاولوا تكبسوا، دائما كبسوا من فضلكم باش نوصلوا على الأقل 100,000 إن شاء الله. إذن باش نضع دائما أمور في مكانها الصحيح، وحتى يفهم الإنسان في المغرب هذا الموضوع، لأن الفهم فهم هذا الموضوع مهم. ما تنساو المغاربة، ما تنساو، لأنه هذا الحكم أرى واحد البداية لما يمكن أن يأتي في المستقبل في قضية الصحراء الغربية. يعني السرعة اللي كانت تمشي بها القضية الوطنية الصحراوية ستتضاعف. ياسين مرحبا وسهلا. ستتضاعف، لا يتمشي بعيد، لا يتمشي أكثر من السرعة اللي كانت لا يتمشي بها الآن إن شاء الله، ولا يتمشي بالموازاة مع العمل العسكري لجيش تحرير الشعب الصحراوي. يعني باش نصور لكم أنا ما يجري الآن في كواليس القضية الوطنية الصحراوية، وعلى أنه المسار القانوني ماشي، المسار العسكري ماشي، المسار السياسي ماشي، المسار الدبلوماسي ماشي، وكاين مفاجآت من المدن المحتلة، كاين مفاجآت من المدن المحتلة، وهذه المفاجآت انتما اللي تسببتوا فيها، انتما استبدادكم، تكبركم، طغيانكم، احتقاركم للشعب الصحراوي. لأنه في المدن المحتلة كانوا وحدين بين وبين، كانوا واحدين من الصحراويين بين وبين، ومشيتوا انتم لهذوك اللي بين وبين وقلت لهم تعالوا انتم هذوك الصحراويين اللي تقولوا عنكم صحراويين مغاربة، تعالوا حتى انتم لهنا ندفعوكم ولهنا نتموا عليكم بالإجراءات وبالتعسف وبالظلم اللي مارسناها على أخوتكم الصحراويين، إلين تصبحون حتى أنتم صحراويين، وربما صحراويين أكثر من الصحراويين الثانيين اللي في مخيمات اللاجئين الصحراويين. لأن اللي عاش معكم وظلمتوه يعرفكم، هذا كلامكم، كنتوا عايشين معاه وظلمتوه وعارفكم وفاهمكم، بالتالي له تكون عنده ردة فعل أقوى
من ردة فعل واحد بعيد عنكم وما يعرفكم. هو بعدها كيف ستتعاملوا مع الموضوع باش يتعاملوا معه بالقمع؟ باش ما عندكم حتى حل، لأنكم انتما واحد النظام سياسي في المغرب يبحث عن المشاكل، إذا ما عنده شي مشكلة يمشي يبحث عنها. الأنظمة السياسية في العالم الذكية لما تسير بالشعب ولا تمشي بالناس وراها، منين تشوف المشاكل، منين تشوف المشاكل تبدل الطريق، تتفادى المشاكل، تحل المشاكل. انتم لا، ما تكون عندكم مشكلة وتخلقوها. فاش باش من أجل ماذا؟ من أجل باش تحققوا ذوك الأفكار التوسعية الاستبدادية اللي عندكم، وبالتالي انتظروا مفاجآت من المدن المحتلة. يعني انتظروا مفاجآت بإذن الله تعالى من المدن المحتلة، مصدرها المدن المحتلة من أشخاص قاع ما كنتوا تتوقعوا أنهم سيكونون في يوم من الأيام يعني بهذا الوجه الذي يبين لكم عنه. نشوفوا منار الخريطي، ماذا يقول منار الخريطي اللي هو واجهة المخزن؟ جابوا طبعا المهداوي، المهداوي كان الحوت الحمد لله لا يعود البارح لا يكون، جابوا له شي صندوق من الحوت. شفت صحافة الزبالة البارح قال لك معدلين عناوين، قال لك السردين 15 درهم. انخفض سعر السردين الى 15 درهم. ما هو ثمن السردين عندكم في مدينتكم؟ اكتبوا لنا السردين. يعني سبحان الله السردين كان واقف عند البحر، يعني كان البحر كان في الصحراء الغربية، كان السردين واقف ينتظر قرار المحكمة. الحمد لله منين صدرت من صدر قرار المحكمة وكان ضد المغرب، جاء الحوت خرج من الحوت وتحول لعند الناس يوصل لهم 15 درهم. إذن ماذا يقول الخريطي؟ من الخريطي؟ شحال دفع الجزائر في هذا الشيء؟ راه يكونوا باعوا البلاد فلوس، ما كاينش هذه باعوا البلاد. وكيتخاف في هذا الموقف راه يكونوا باعوا البلاد، لان دول هذا هو. لحظه بان نشوفوا، عنده فيديو اخر، شوف كان يحملته هنا. عنده فيديوين اثنين، ولكن نشوف كان نلقى فيديو الثاني. نسمعوا هذا. شحال دفع الجزائر في هذا الشيء؟ راه يكونوا باعوا البلاد فلوس، ما كاينش هذه باعوا الجزائر في هذا الموقف، راه يكونوا باعوا البلاد، لان دول مرحبا سلام وما في تربح يا جوج. حنا في القواعد ديال القانون الدولي حنا الملفين في مجلس الامن، قرارات ديال مجلس الامن سالينا باعوا البلاد، راه يبيعوا البلاد ما كاينش. شوف يعني تكون القرار هذا مؤدى عنه، من بعد نوقفوا عند هذا التصريح. الجزائر مستعدة تبيع البلاد كامله للعسكر، يبيع البلاد كامله ضد المغرب، يبيع الجزائريين. الجزائر مستعدة تبيع العسكر، مستعد يبيع البلاد بالجزائريين ديالها باش انه يبقى يعقل المغرب لهذه الدرجه. ما عندوش لان تخسروا واحد القضيه، الا بقاو غاديين في المسلسل ديال الخسائر اش غيقولوا الجزائريين؟ عندي اشير وراء دراء الناس ما فهميش واحد القضيه، العسكر حاكم الجزائريين بالعداء للمغرب. الى حي العزاء العسكر حاكم الجزائريين بالعداء للمغرب. هذه سياسه، هذه هنا راه في علم السياسه تبنات اللعبه بهذه الطريقه. خلي شي واحد يقول لك هذا المسألة، راه ما يمكنش العسكر شي محدو كيبقى الطريقه كيحكم، واخا يقول لك كيدير كيغادي يدير، راه هما حاكم دابا العسكر حاكم الشعب الجزائري، حاكم الشعب الجزائري بالعداء للمغرب، عرضوا العداء للمغرب، ما عندوش شي حاجه اخرى. شوفوا شنو داروا، مره الفيزا، مره لقينا شبكه ديال التفكيك ديال كل مره كيخرجوا حاجه، مره التجسس كل سمعت هو الحكم على اتفاقيات الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وما يعنيهم، وعندهم حتى به علاقة، وباغي يطلبوا منهم تفسير للشعب. هما هذا اللي من موجهين هذا الخطاب، هذا موجهين للشعب المغربي. انت في المغرب، انت في المغرب، انت يا اما بشر يا اما حمار، عندك مثلتين، يا اما تكون بشر متفهم الكلام ويا اما حمار
والحمار ما الحمار احنا ما نخاطبه، الحمار يمشي عند محمد السادس يخاطبه، خليه حتى يخطب فيك محمد السادس من هون راه الجمعه الثانيه في اسمه هو في اكتوبر لا يخطب صاحب الدجاجه في الحمير، لا يجيب الدجاج الابيض في البرلمان في البغلمان في البغلمان، لا يجيب هذاك الدجاج الابيض يلبسوا الابيض ولبسوا الطاقيه الحمراء ويجلسهم في البغلمان ويخطب فيهم وخلاص. اذا اذا كنت انسانا ليتفهم كلامنا كنت حمار اخويا ما عندنا ما نعدل لك اخويا، مشي عند محمد السادس يصلح لك هذا 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 الحكم، راه لا يتكلم عنه في اسمه هو في الدوره المقبله. هذا مانا الخريطي انا بالنسبه لي مبدئيا هو استضفوا المهداوي باش يتخاطب مع المغاربه ويشرح لهم حكم المحكمه، باش يشرح لهم الجزائر. جيجي مرحبا وسهلا. ما استضفوا المهداوي باش يشرح له الجزائر ويقولوا الجزائر والجزائر بالجزائر. الجزائر من الى بغى المهداوي حد يتكلم له على الجزائر يمشي يجيب واحد من شي مكان ينباع فيه الحشيش في الزنقه ويطلعوه خويا البرنامج ويتنقول له الجزائر قالت الجزائر فعلت الجزائر فعلت الجزائر. لكن جايب دكتور في الجامعه اسمه منار الخريطي استاذ العلاقات الدوليه في الجامعه دعاء محمد الخامس شي يقول الجزائر 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 قالت الجزائر بعت الجزائر باع الجزائر انتم من بعت الجزائر. اذا الجزائر كامل انبعت حسب منار الخريطي انبعت للجزائر باش تخلص المحكمه باش تحكم هذه المحكمه لصالح البوليساريو اللي يعني وهذا الحكم لا يعني المغرب. حلل هذا الخطاب يعني الجزائر شرات المحكمه باش تصدر هذا القرار اللي ما عندكم انتم به علاقه في المغرب. سبحان الله. شنو هذا؟ اش هذا المستوى هذا؟ وبعد واحد يقول لك وهما راهم ما يهاجموا الجزائر. انتم راكم خدامين لا على الجزائر، انتم في المغرب محمقتكم الجزائر، بسطيتكم الجزائر. الشماعة اللي تبغوا تعلقوا عليها أي فشل من الفشل اللي عندكم الجزائر. تفشلوا في أي شيء الجزائر. طيح القنطرة عندكم في المغرب بسبب الغش اللي تغشوا فيه في البناء تقولوا الجزائر. يطلع لكم واحد ينبه الشعب المغربي ويوضح له الحقيقة الجزائر. كل شيء عندكم الجزائر. نسمعهم من البدايه. مرة لقينا شبكة ديال التفكير ديال كل مرة كيخرجوا حاجة، مرة تجسس كل. وهنا السؤال شحال دفع الجزائر في هذا الشيء هذا؟ راه يكونوا باعوا البلاد فلوس ما كاينش هذه باعوا البلاد في هذا الموقف راه يكونوا باعوا البلاد. هذا هو الافلاس اللي غادي لهم وما في تربح حيا جوج. حنا في القواعد ديال القانون الدولي حنا الملف كاين في مجلس الامن قرارات. تسمعوا خليني نفكك معاكم هذه. هو قال لكم انه الجزائر مستعده تبيع الجزائر من اجل باش تحصل على حكم المحكمه الاوروبيه. وقال لكم الملف منين موجود؟ في مجلس الامن. ذاك النهار اش قال لكم المغرب؟ قال لكم الملف سحب من مجلس الامن. سحب من الامم المتحده. وحدهم. واحد يكذب في الصبح، واحد يكذب عشية، واحد يكذب في الصبح، واحد يكذب في العشية، واحد يكذب في الليل. ويجي هذاك اللي مع الصبح يكذب كذبة ما كذبوها هذوك الثانيين. أنتم ما قلتوا الملف ما هو، أنتم ما قلتوا قضية سالات. أنتم قلتوا لنا سالات. سالات ولا ما سالات؟ واش سالات ولا ما سالات؟ ها؟ سالات. وسالات ومازالت عند مجلس الامن الدولي. سبحان الله. واش مكلخين كاع على هذه الدرجه؟
مجرمين قاع على هذه الدرجه. كنا شاكي عنكم مجرمين شوي، انتم قعدتوا مجرمين بالدكتوراه، بالدكتوراه سحبت القضيه، انتهت القضيه. تصفيقات تصفيق. وانا اتخيل شكون اللي واقف قدامه هو، راه الجامعه هذيك راه كان في الجامعه، شكون اللي قدامه؟ الحمير. الحمير هذا، هذا حمار يدرس القانون العام، هذا حمار يدرس القانون الخاص، هذا حمار يدرس ما نعرفاش، هذه حمارة تدرس ما كذا، ويصفقون لبيد الله. ذاك النهار انتهت، انتهت الحمد لله انتهت. طلع لنا واحد يقول لك لا احنا لا نعترف بمجلس الامن، هذا يقول لك راه القضيه عند مجلس الامن. انا بغيتكم يكون عندكم خطاب واحد، يكون عندكم خطاب موحد، حاولوا تجتمعوا، اجتمعوا اجتمعوا ووحدوا الخطاب، وحدوا الخطاب، عدلوا خطاب واحد، ماشي 20,000 خطاب، لان هذه 20,000 خطاب الانسان يسهل على انه يفككها. مازال يكون عندكم خطاب واحد ممكن نمشوا معاكم فيه ونعرفوا واش بغيتوا. مشكلة انتم الان يعني كل واحد ماشي في اتجاه، واحد يقول لنا سالات، واحد يقول لنا مازالت عند مجلس الامن، واحد يقول لنا الجزائر عطات، واحد يقول لنا الجزائر شرات، واحد يقول لنا لا راه الامور عاديه، واحد يقول لك احنا لا يعنينا هذا القرار. كبسوا اكثر راهو السينيال على اللايف. دو تسمع الفيديو من البدايه، نسمع ما عندنا مشكل، نسمعوك الفيديو من البدايه. وانا السؤال شحال دفعت الجزائر في هذا الشيء هذا؟ راه يكونوا باعوا البلاد فلوس، ما كاينش غادي باعوا البلاد في هذا الموقف، راه يكونوا باعوا البلاد، لان دول هذا هو الافلاس اللي غادي اليوم وما فيه تربح. يا جوج حنا في القواعد ديال القانون الدولي، حنا الملف كاين، الملف كاين في مجلس الامن، القرارات ديال مجلس الامن سالينا باع البلاد، راه يبيعوا البلاد ما كاينش. شوف يعني تكون راه هذا مؤدى عليه، هذا شو يبيعوا البلاد؟ ما تبيعوا البلاد، شوفوا كيفاش يتهموا المحاكم الدوليه، شوفوا شوفوا. مازلتوا تثقوا في هذا النظام؟ واش مازلتوا تثقوا في هذا النظام؟ واش مازلتوا تامنوا لهذا النظام؟ هذا راه النظام يبيعك بلا بلا شيء، هذا راهم يبيعوكم بلا شيء، واش هادو عندهم شي مصداقيه؟ بالله عليكم على هادو عندهم مصداقيه؟ الصحافي بايع، الدكتور بايع، الملك بايع، الوزير بايع، الكذاب بايع، ما كان حتى واحد منهم مو بايع، ويبيعوكم بلا شيء، ويتلاعبوا بكم، يتلاعبوا بكم هون، يتلاعبوا بكم هنا، يتلاعبوا بكم هنا، يتلاعبوا بكم هنا، ويتلاعبوا بعقولكم، ويتلاعبوا بأفكاركم، ويتلاعبوا بطموحاتكم، ومخلين الأهم، الأهم يعني الموضوع الأهم. شوفوا كيفاش يقضوا ساعات على ساعات في موضوع الصحراء الغربية، مخلين الصحة، مخلين التعليم، مخلين الإدارة، مخلين البطالة، مخلين كل شيء، وتابعين الصحراء الغربية. لا بغيت تستفز النظام السياسي في المغرب، تحقق الملعول الصحراء الغربية. لماذا؟ لأن الصحراء الغربية هي كل شيء بالنسبة للنظام. غدا مع استقلال الصحراء الغربية طيح عشة محمد السادس. العشة اللي موجود عليها، اللي موجود تحتها الآن محمد السادس، ذيك العشة اللي ساكن تحتها، اللي بانيها بالجهل وبانيها بأموال الفقراء، طيح على راسه. مرحبا وسهلا من جعفر. طيح على راسه. المخابرات عينها على الصحراء الغربية، درك على الصحراء الغربية، بوليس على الصحراء الغربية، الوزراء الصحراء الغربية، التلفازة على الصحراء الغربية، إذاعة الصحراء الغربية، كل شيء مركز على الصحراء الغربية، ما كان حتى موضوع آخر. وهما هذا الموضوع مراكمين فيه فشل ذريع أخطر من الفشل اللي عندهم في القطاعات الأخرى. يعني القطاعات الأخرى مدمرة
ولكن الآن ملف الصحراء الغربية مدمر أكثر بالنسبة لهم هما. لماذا؟ لأنه ما عندهم فيه حتى دليل، ما هم قادرين يخلوا الأمور تمشي عادية، وانسيابية الملف وانسيابية القرارات القانونية اللي ممكن تصدر من العالم، لا، خصهم يدخلوا باش يغيروها، لأنه القانون يطحنهم في موضوع الصحراء الغربية. القانون يردهم الحجم الحقيقي، يقول لهم محمد السادس شحال سرقت في الصحراء الغربية، كم لك من سنة وانت تسرق أموال الصحراويين؟ لا انت، لا انت كمحمد السادس، خلي الحسن الثاني. جاء نهار، جاء في النهار في 2024، يوم 4 أكتوبر 2024، قالت لك محكمة ليست محاكمك أنت، لأنك أنت ما عندك محكمة، ولكن المحكمة الخارجية، قالت لك يا صاحب الدجاجة أنت لص، إذا مددت يدك لثروات الصحراويين فأنت لص، وإذا سرقت أموال الصحراويين فأنت لص، وإذا أكلت أموال أكلت أسماك الصحراويين ومنتجاتهم الفلاحية فأنت لص. هذا هو مفهوم، هذا هو مفهوم الحكم من محكمة أوروبية. النظام السياسي باش يقول لك أنت، باش يبخس لك هذاك الحكم، يقول لك راه شريته الجزائر، راهي الجزائر انباعت كاملة باش تشري الحكم. أو هذه الدول الأوروبية ما عندها مخابرات، ما عندها بوليس، ما عندها ناس يراقبوا القضاء، ما عندها ناس يراقبوا القضاة، ما عندها ولا شيء، زريبة هي، بهايم، حمير، البقر، عندهم البقر هذو. ولكن هذا شيء ينطالع على الجهلة في المغرب، الجهلة في المغرب ينطالع عليهم هذا الشيء. الآن منار الخريطي قال هذا الكلام، عشيت النهار تسمعوه في اللايفات، تلقاوه في اللايفات، طلع عندك واحد يقول لك بعد أرى الجزائر كان من بعت من أجل باش تحصلوا على هذا الحكم. يا أخي ركز معي على الحكم، هل هو حكم قانوني أو غير قانوني؟ أما إذا كانت الجزائر شريت والله ما شريت، المغرب يا أخي يرفع دعوة قضائية ضد الجزائر ويجيب لهم الحجج والأدلة، ويخلي أخوة المحكمة حتى هي تحكم بأنه راه الجزائر شريت الحكم وراها هكا. ولكن ما قد كيف البارح واحد، إلا لاحظتوا نشرت فيديو واحد من وجدة يقلل الجزائريين وكذا، وفتح لي لايف، قال عنده هون سبني، ومن بعد اللايف مباشرة مش فتح لي لايف. وحنا عندنا كتائب للتسجيل، باش نقولوها لكم، احنا عندنا ناس كذلك يسجلوا اللي يتكلم عنا نسجلوه، ولكن باحترافية، ما نسبوا حد، ما نشتموا حد، ما كذا، قطعنا له مقطع نشرناه، ما رقد مسيكين، ما رقد إلى الثانية صباحا، والله الثالثة صباحا، هو مسيكين يبكي، هو واحد المجموعة، واحد الكلاب الضالة اللي معه، بايتين معدرين لايف على محمد راضي الليلي، ويقول له واحد هذا خائن، يقول له الثاني كان معهم صحراوي، يقول له اش خال لك، اش خال لك هذا الشخص، وخائن أخويا خائن اش خال لك، المهم خائن المهم خائن وخلاص. حتى هذا كذلك منار الخريطي من يقول هذا الكلام بدون تبرير، كاين اللي يتلقفوا ويبقى يستعملوا، وهذا هو اللي يبغيه النظام، النظام يبغي هذا الشيء. كملوا ماشي عم ادعي عليها تبان انا ما كاينش هنا. الجزائر مستعده، نشوف الجزائر مستعده تبيع البلاد، كنت حكسه من انت، يبيع البلاد كامله ضد المغرب، يبيع الجزائريين، الجزائر كيفاش، يبيع الجزائريين ويبيع الجزائر. رئيس واحد، هذا رئيس واحد، هذا راهو يحاضر في الطلبه في الجامعه، هذا راح في الجامعة عليه يقولهم، في الجامعة يقولهم أكثر من هذا الشيء. ها؟ مستعد تبيع العسكر، مستعد يبيع البلاد من الجزائر للعسكر، باش أنه يبقى يعقل لهذه الدرجة، ما عندوش لأن تخسروا واحد القضية، إذا تبقوا غاديين في المسلسل ديال الخسائر، شنو يقولوا الجزائريين؟ كاش غير وراه راه الناس ما فاهميش واحد القضية، العسكر حاكم الجزائريين بالعداء للمغرب، إلا حيد العزاء، العسكر حاكم الجزائريين بالعداء المغربي، هذه سياسه، هنا ترفض في علم السياسه تبدا تلعب بهذه الطريقه، خلي شي واحد يقول لك هذا المثال، راه ما يمكنش العسكر شي محدو كيبان بهذه الطريقه كيحكم، واخا يبغي كيدير
كي غادي يديروا هما حاكما دابا العسكر حاكم الشعب الجزائري حاكم الشعب الجزائري بالاداء المغربي عرضوا الاداء المغربي ما عندوش شي حاجه اخرى شوفوا شنو نديروا مره الفيزا مره لقينا شبكه ديال التفكيك ديالنا كل مره كيخرج مره التجسس كل وانا سؤال شحال دفعت الجزائر في هذا الشيء راه يكونوا باعوا البلاد ما كاينش غادي يباعوا البلاد في هذا الموقف راه يكونوا باعوا البلاد لان دول دول الافلاس اللي غادي ليهم وما في تربح يجوا انا من هذا الشيء كامل من هذا الشيء كامل هذا خزعبلات لا شي لا خزعبلات هذا الشيء هذا عطوا الحمير في المغرب وضحكوا عليهم انا ما عندي مشكل خليكم تضحكوا على المغاربه ما داموا المغاربه قابلين هذا الخطاب خليهم يسمعوا هذا الخطاب لكن انا المهم عندي في ختام هذا اللايف سؤالي واضح لكم واضح لكم واش المحكمه الاوروبيه قالت لكم بانه لا يحق لكم ان توقعوا اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بخصوص الصيد في السواحل الصحراوية والمنتجات الفلاحية ولا لا؟ هذا الشيء كاملا من غير هذا الشيء كاملا نعم أم لا؟ نعم فماذا أنتم فاعلون؟ فماذا أنتم فاعلون؟ ما عندي ماذا تفعل ماذا ستفعلوا شيء تفعلوه يا فرض شيء تفعل هذا ليه طيروا تنزلوا ترجعوا لحقكم بلا ما تضيعوا لروسكم الوقت وتدخلوا المغاربة مشاكل في غنى عنها المغاربة لن يستفيدوا من شيء المغاربة لن يستفيدوا لا من المستشفيات ولا من التعليم ولا من السمك ولا من الفوسفات ولا من الأراضي ولا من أي شيء ما حد قائم هذا النظام اللي ينقال له النظام الملكي المجرم الفاسد الحقير اللي فيه راه هناك صراعات كبيرة داخل القصر اسمعوها الشعب المغربي هناك صراعات كبيرة في القصر بين أميرهم رشيد وأحد الأشخاص الذي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في المغرب صاحب الدجاجة في وضعية صحية صعبة رأي قد يمشي في أي لحظة نعم والله والله لا بغيتي فاتي نحلف لك عليها نحلف لك عليها ما يجري الآن في القصر لا يبشر العياشة بخير ما يجري في القصر وما والصراعات التي تحدث الآن في القصر بين أميرهم رشيد وشخصية تتحكم في كل شيء لا يبشركم أيها العياشة بمستقبل زاهر مع صاحب الدجاجة ولا مع نظامه لأن النظام الملكي سيسقط سيسقط النظام الملكي ما بقالوا الكثير أيها العبيد أنقذوا أنفسكم أيها الجواري أنقذوا أنفسكم من ضمور الأحرار التغيير جاي في المغرب قريبا بإذن الله تعالى كاين الأحرار في المغرب اللي ما تلاو قابلين هذا الوضع كاينين أحرار اللي هم مستنكرين هذه العشوائية اللي موجودة الآن في المغرب الكائنين الأحرار اللي ملوا من مشاهدة الظلم ملوا من الاندحار الأزمات اللي جايتكم في المغرب ستزيد الضغط على النظام السياسي والنظام السياسي ما عنده أي حل لأي مشكلة الآن في المغرب بما في ذلك مشكلة الحرب في الصحراء الغربية ثم تعرفوا بأنه الديمستورة جاء للمخيمات العزة والكرامة من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ روجة بناء على طلبكم أخنوش مشى للأمم المتحدة لاش مشى باش يقول يا الله يخليكم وقفوا عني الحرب ديمستورة مجل جل مخيمات العزة والكرامة يطلب وقف إطلاق النار وعاد بخفي حنين وبمجرد أن غادر بمجرد أن غادر جاءه الجواب الأقصاف اللي تمت البارحة سولوا جيشكم عن الأقصاف التي تمت البارحة وأنا كيف قلت لكم أقسم لكم بالله العلي العظيم العياش
أقسم لكم بالله العلي العظيم أيها العياشة، أقسم لكم بالله أيها العلي العظيم أيها العياشة بأن الصحراء الغربية ستتحرر قريبا بإذن الله تعالى. وانتم لا تدوا العيب، انتم لا تدوا لا العيب، انتم لا تبقوا لا في الإجرام اللي ارتكبتموه في حق أنفسكم وفي حق الشعب المغربي. والتغيير جاي جاي، والله لا يستطيع لا الحموش يوقفه، ولا المنصور يوقفه، ولا الجحش الملكي يوقفه، ولا الدركي يوقفه، ولا أي حد يوقفه، لأنه التغيير جاي، التغيير جاي. وعندنا ياسر معلومات وما نعطوها لكم، معلومات ما نعطوها لكم انتم. تحياتي لكم، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. وشكرا دائما على تواصلكم. نذكركم أنه اليوم كالعادة كيوم الحد لا وجود اللايف ما بعد الزوال، لكن نلتقي غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. نشكره من جعفر، نشكره آية هبة، نشكره المحجوب، نشكره عبد الحليم على إدارتهم لهذا اللايف، ونشكره كذلك مشاهدين على مستوى القناة في اليوتيوب. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عفوا الله، مرحبا، سلام.